السلام عليكم خوتي، انا جيت وجدت معايا جديد وبارتي الثانيه اللي ديال القصه اللي كنت قلت لكم. الفيديو وصل 30 لايك وشكرا حيت وصلتو اكثر من 30 لايك. وغادي قبل ما نبداو هذه القصه خصني نبدا نلبس شي حاجه ملائمه. سي مخرج افك حيدي نعسي، عطينا شي حاجه مزيانه. وتانا صاحبي قلت لك حيدي هادشي تعاطيني عاوتاني الباصه بدل ولا اني مشكلة هادي تما كنصحبي مضرب على الباز. انا قلت زعما حيتاش لابس هاد التوني بغيت زعما نعطيك واحد بحالو باش نكونو كنتشابهو، ولكن الا ما بغيتي صافي ماشي مشكل انا نبدل لك داكشي. ها دابا مزيان وعلى حساب تستاهل الصفيقات من عندي. قبل ما نبداو هاد الفيديو بغيت نقول لكم مبروك رمضان وان شاء الله يدخل لكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. دوك الجوج اللي كانت وقفات عندهم القصة، هاد الحدث هو اللي خبيتو عليكم حيتاش البارتية الثانية غتكشف لكم الحقيقة وشكون هما. هادوك الجوج كانوا خوت، والبطل تاع هاد القصة سميتو برادلي. برادلي كان عايش في واحد العائلة اللي متكونة من خوه وباهم، كانوا بربعة بهم، وكان مرض. وفملي اكتشفوا المرض ديالو لقاو ان المستشفى بعيد على دارهم بزاف، وداكشي علاش قرروا باش انه يتحولوا من ديك الدار ويمشيوا لدار اخرى. بداو تيقلبوا حتى لقاو ديك الدار بثمن رخيص، واي دار كتكون بثمن رخيص والناس اللي فيها بغاو امتى يبيعوها عرفوا بان القصه ديالها كتكون غامضه وغريبه بزاف. ملي شراو ديك الدار عاشوا فيها، ومن بعد برادلي بدا كيتعالج بشويه بشويه. ولكن واحد النهار كانت امو كتنقي الدار ولا كتخملها كيف ما كنقولوا حنا، ولقات واحد الغرفه اللي سريه اكتشفتها وهي دايره ديك الغرفه بحال القبو، وفيها واحد الصندوق وواحد التاور فيهم جثث اللي هامده ومحنطه. وفي نفس الوقت لقات تما كاينه واحد التصويره تاع واحد المريض نفسي اللي من شحال هذيك كانت شهرت الاخبار ديالو، كانوا كيعاودوا عليه بانه راه كان دوك الجثث كيقطعهم وكيحرقهم وكيخيط لهم فمهم ولا عينيهم شي حاجه بحال هكا عايز عليه يعذب الجثث. المهم ملي اكتشفت ديك الغرفه ما قالتها حتى شي واحد من عائلتها. وواحد النهار كانت اختها عندها شي مشكل من العائله، واختها كانت عندها جوج بنات، ومن الدار ما كانتش كبيره بزاف. داكشي علاش برادلي وخو حولاتهم لداك القبو وقالت لهم على ديك الغرفه السريه وبداو كيعيشوا فيها. بنات اختها عطاتهم الغرفه ديال برادلي وخو. لقيتها اللي اول ليله غتكون اليوم في ديك القبو ما كانوش اصلا قدو ينعسوا حيت كتوقع لهم شي حاجه اللي غريبه بزاف، بحال مثلا تبقاو يسمعوا شي اصوات ولا كيحسوا بحال شي واحد واقف عليهم كيبقى يشوف فيهم، وهما ما قدوش طبيعة الحال ينعسوا في ديك الموقف اللي وقع، ولاو كيطلعوا لفوق وكينعسوا. ولقيت اللي وقع هادشي كامل واحد النهار موت برادلي كانت في الكوزين، وملي حلات الروبيني ديك الروبيني بدا بحال اللون ديالو غادي وكيتغير اللون احمر بحال كينزف ولا فيه. بعد دارو واحد الجلسة طرد الأرواح من اللي عيطو على واحد القصيص، بدا كيعالج ليهم الدار وكيطرد ليهم الأرواح من تما كاينة. وكان ملي برادلي صافي برا من تما تحولو من ديك الدار وعاشو في دار أخرى. وكاينين شي ناس كيشكو في هاد القصة، وكاين اللي تيقولك لا راه وقعت نيت بصح. المهم شوفو نتومايا رأي ديالكم حيت هادشي اللي قلتلكم راه قصة فغيمون واقعية. كتبو ليا تحت شي كومنتير اللي يخليني نبقى نكمل لكم بحال هادشي، وما تنساوش لايك وسبسكرايب اللي كنتي كتشوفني اول مره، وتهلاو في الفيديو تاعي. I'm in pain, wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping about some things can't change. Switch on the same time, I'm tame, put you this in, bag of a phone call.